مرحبا، معاكم مثال العلي. أنا اليوم في دبي فاستيفال سيتي وقاعدة أجهز حق مهرجان دبي للتسوق. تعالوا معي. جيت اليوم عشان أشوف كل العطور الحصرية والغريبة اللي موجودة هني. الأحلى من هذا إن كلهم في مكان واحد. العطور لها مكان وايد خاص في قلبي. أحب أختار العطور الدافية واللي فيها شوية سبايسز. دائماً أختار عطوري على حسب الألوان، فأختار غالباً الأصفر أو البني. مرحبا خالد. في وايد خيارات متنوعة هذا الموسم. عود. صح، معظم الانترناشونال براندز بينزلوا الأود إديشن تاعهم بالموسم هذا. صحيح، لاحظت هذا الشيء. في عندك هذا البراند النظر اسمه كمان. واو، محفور على اسمي. كنتوا تعرفون تقدرون تحصلون عطور محفورة عليها أساميكم؟ اكتشفوا أحلى العطور في مهرجان دبي للتسوق.